في ملف استهداف البعثات، كشف تقرير بريطاني أن الولايات المتحدة وضعت قائمة تضم 80 موقعا في العراق مرتبطا بالجماعات المدعومة من إيران، والتي تخطط لاستهدافها إذا تابعت تهديد سفارتها في بغداد. وبحسب موقع ميدل إيست آي، فإن قادة سياسيين وقادة جماعات مسلحة ذكروا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شارك مئات من صور الأقمار الصناعية للمواقع 80 مع الرئيس العراقي برهم صالح خلال مكالمة هاتفية في 20 أيلول الماضي، وذلك وفقا للتقرير. ونقل التقرير أيضا عن سياسي عراقي بارز قوله إن رسالة الأمريكيين كانت واضحة، فإن لم يكن للحكومة العراقية أي رد على تهديد السفارة الأمريكية فإن واشنطن ستفعل ذلك.